وقعت الممثلة أوزجياجز المفضلة الجديدة للمسلسلات التركية، وقعت العديد من المشاريع الناجحة في وقت قصير جدا. وتود أوزجياجز أن تشكر العديد من الأشخاص الذين ساهموا في هذه الإنجازات الرائعة. إحدى أوزجياجز التي شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية التركية تقدير كبير من مشاهدي المسلسلات. يمكنني سرد 10 أسباب لإثبات أن أوزجياجز هي الممثلة المفضلة الجديدة للمسلسلات التلفزيونية التركية. بادئ ذي بدء، أداء أوزجياجز في مسلسلاتها قوي جدا، تمكن من تصوير الشخصية وراء كل من أدوارها بطريقة تفاجئ الجمهور. أوزجياجز هي عاطفة للغاية، وأيضا تحافظ على شعرها وملابسها في كل حلقة تظهر فيها. ثانيا، تبني أوزجياجز جسر بين شخصيتها الواقعية وشخصياتها التي تؤديها في المسلسل، مما يضمن اهتمام الجمهور أكثر بالمسلسل. استطاعت من خلال أدوارها في المسلسلات التي شاركت فيها أن تلمس حياة الجمهور، تشجعهم على التعامل مع المشاكل في حياة الناس وإيجاد الحلول. ثالثاً، يمكنني القول أن جميع المسلسلات التي شاركت فيها أوزجياجز حققت نجاحا كبيرا وبجودة عالية وبطريقة تؤثر على الجمهور. تنجح أوزجياجز في مفاجأة الجمهور بأدوارها التي تقوم بها في المسلسلات التركية، تدعم أيضا الوعي الذي يحتضن وبدعم وتدعم الاختلافات بين الناس والثقافات من حولها. تساعد أوزجياجز مشاهدين على فك رموز الاختلافات بين الثقافات المختلفة في مسلسلها. خامسا، تعطي أوزجياجز رسائل مهمة في مسلسلاتها. فازت أوزجياجز بالعديد من الجوائز لدعمها نضال النساء لأجل الحرية والمساواة، لا سيما حول العنف ضد المرأة. ذلك تشجع أوزجياجز الجمهور على التفكير في القضايا المهمة. سادسا، تمكن أوزجياجز من إقناع الجمهور بجودة اللغة. تولي أوزجياجز اهتماما كبيرا للغة التي تستخدمها في المسلسلات. سابعا، إن رؤية متواليات أوزجياجز أمر مهم للغاية. تجذب إثارات أوزجياجز انتباه الجمهور جنبا على جنب على الموسيقى وأصوات الخلفية، وتجذب الجمهور إلى المسلسل. تمنح العديد من الممثلين الناجحين التي هي تدعمهم في المسلسل كي يأخذون فرصة العمل معها مرة أخرى في مسلسلات أخرى، وهكذا تتعرف على مواهب التمثيل التي هي سبقتهم. في المرتبة التاسعة، تعالج أوزجياجز عددا كبيرا من الموضوعات في سلسلتها وتروي القصص المتدفقة جذب انتباه الجمهور. أخيرا، تتم أوزجياجز اعتزاز من قبل الجيل الجديد من مشاهدي المسلسلات التلفزيونية، ويتم متابعة أوزجياجز بشكل كبير على العديد من المنصات. كما تعلمون، لديها الكثير من المتابعين والمعجبين. هذه الأدلة العشرة كافية إثبات أن أوزجياجز مفضلة لجيل المسلسلات الجديدة، حيث أوزجياجز صنعت اسما لنفسها العديد من المسلسلات التركية خلال التوقيع على عدد كبير من المشاريع ناجحة في وقت قصير. أوزجياجز أثارت إعجاب الجمهور في وقت قصير. تمتع المشاهدين أدوارها التي تمس حياة المشاهدين ومسلسلاتها العالية الجودة. ما رأيكم في أوزجياجز؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.